طيب أنا برضو يعني لسه مستمرية. موضوع الأولمبياد ده كبير. في فيديو صغير عن اللعب بقى والمباريات والأحداث. نشوف الفيديو ده مع بعض ونرجع تاني. اتفضل. 2024 و2028 احنا نكون من التوب 10، لازم نكون من التوب 10 ولا هزار، والمقصر اللي ما اشتغلش. يعني طبعا كنت اتمنى اجيب اخبار احسن من كده، ولكن ده الواقع. ما بنيأس، اكيد لسه في ولادنا ممكن يلعبوا وينجزوا، ويعني هي رياضه كده. يعني ممكن هارد لك، وممكن تكسب مره وما تكسبش مره تاني، بس مصر عملت اللي عليها، دفعت مبالغ كبيره عشان التدريبات وعشان اللاعبين. مفروض يبقى في مسؤولية أكتر من كده. معرفش الإخفاق راح فين، أو مين اللي أخفق في حاجة زي دي. لازم دراسة الموضوع جيدا جدا. هل اخترته عشوائي؟ هل كان في ناس أحسن من كده وتم اختيار آخرين؟ يعني الأيام هتثبت والأيام هتبين أكتر وأكتر. على جانب آخر، رفضت اللجنة الأولمبية الدولية طلب العراق تغيير موقع أو إزالة العلم الإسرائيلي في ملاعب كرة القدم مباريات أولمبياد باريس 2024، بحسب مقال رئيس البعثة العراقية لوكالة فرانس بريس. وحين وصلنا إلى ملعب ليون وجدنا علم العراق معلقا بجانب علم إسرائيل، بالرغم من أن منتخب الأخيرة لا يخوض أي مباريات في ليون. أرسلنا رسالة احتجاج بالبريد الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية بنفس المضمون لتغيير وضع العلم قبل مباراة السبت أمام الأرجنتين، لكن وصلنا رد بالرفض مجددا. مش عارفة أقول لكم إيه، يعني إلى متى؟ إلى متى؟ الرياضة حاجة والسياسة حاجة والسياسيين حاجة، يعني عفيقوا فوقوا بقى. يعني مش إنجاز إن أنت تنزل علم إسرائيل وترفع علم مش عارفة مين. يعني اللي إحنا بنقراه كمان في الأخبار، God knows how far من الحقيقة، يعني ان في مسلمين في الجيش الاسرائيلي. فيعني ايه التناقض اللي انتوا عايشين فيه ده؟ يعني الرياضه رياضه، في روح الرياضيه تكون جواك عشان تقدر توصل وتبقى فعلا في ريسبكت للبلد. وانت معرفش، يعني ده كمان جاي في الاخبار عن يعني اللي محبش ان هو يلعب قصاد يعني لاعب اسرائيلي. What's your point؟ يعني انت عايز توصل لايه؟ يعني ما بلاش النعرة دي بقى، كفايانا كفايانا عمالين ننزل من نفسنا على اننا الاعلون. اثبت وجودك، ولا انت خايف ان انت ما تكسبش؟ anyway، اللجنة الاولمبية يعني أعطت $1000 مكافأة لمحمد السيد لتحفيزه بعد حصده برونزية الأولمبيات. أعلن مهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية صرف مكافأة فورية لمحمد السيد لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة بعد حصده ميدالية برونزية تاريخية بدوره الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس. كمان في يعني هي مش في مصر بس، ولا في العراق بس، ولا المهم في خبر طوال السنوات الماضية. يا واحدة واحد اسمه ياسين بيقول طول السنوات الماضية كنت أؤمن أن الجزائريين تحكمهم الفرافرة وهم ملكيون أكتر من الملك. إذا كان الانسحاب دعما للقضية الفلسطينية، فإن أصحاب القضية نفسها لا يجدون مانعا من المشاركة، لأنهم لا يخلطون بين السياسة والرياضة. أشكر ربنا يعني واحد منكم بيتكلم كما نفعل نحن من جهة، ومن جهة أخرى
إذا كان المشاركة انبطاحا لهذه الصفة تلتصق بالمشاركين الفلسطينيين لا غيرهم، ولن نكون نحن أكثر التزاما بالقضية منهم. وفي رأيي، في رأي ياسين يعني، بيقول الوقوف ضد إسرائيل أو الإسرائيليين والفوز بميدالية أهم وأقوى حتى اعتباريا عن الانسحاب، لا ينسحب إلا الخواف. بالمناسبة كم من رياضي انسحب من المواجهة مع الإسرائيليين وتم الاحتفاء والتهليل بموقفه، ثم غاب عن الذاكرة تماما ولم يتكفل به أحد بعدها، فخسر مستقبله من أجل شعارات بائسة. في صورة في هي دي الجزائري اللي انسحب، اسمه دريس مسعود، من أولمبياد باريس لمواجهة لاعب إسرائيلي. في استقبال الأبطال للجزائري فتحي نورين بعد رفضه مواجهة إسرائيلي، دي حاجة من 2021 تقريبا. هو ده يعني جهاد بقى، يعني فاهم، انت بتجاهد فانت ما لعبتش فانت كده احبطته يعني، وهو خسر. هو مين اللي بيخسر؟ اللي بينسحب هو اللي جبان ومش قادر يواجه. على جانب آخر طبعا زي ما شيرين قالت، في يعني حقيقي ناس شجبت جدا وأعلنت إن ما كانش متوقع أبدا إن يحصل ده في باريس في فرنسا بالذات. يعني شركة الاتصالات الأمريكية سي سباير بتقرر إيقاف التعاقد الإعلاني مع الأولمبيات وتزيل جميع إعلاناتها منها، وكتبت في حسابها على منصة إكس السخرية من العشاء الأخير خلال افتتاح الأولمبيات أصابتنا بصدمة، سنقوم بسحب إعلاناتنا من الألعاب الأولمبية. أيضا إيلون ماسك قام أمس بإلغاء متابعته لحساب اللجنة المنظمة للأولمبيات على منصة إكس. مواقف ووقفات جادة وقوية مش من أي حد عادي. طبعا الناس العاديين طبعا يعني الموضوع ده مستفز جدا ليهم، لكن لما تكون ناس كبار كده ليهم فولورز وليهم وضع على مستوى العالم كله بيكون رد الفعل أقوى. وأتمنى أن هو فعلا يكون أخدوا عبرة في أن هم يراجعوا نفسهم. كنتوا زمان جوه الكلوزت، دلوقتي خرجتم علنا out of the closet، هترجعوا تاني. يعني خليكوا كده عشان كرامتكم، وعشان أكتر من كده العالم كله مش متقبلكم بصراحة يعني. anyway الرياضة يعني خليه توصلني على ان دي للرياضة مش لأجندة، مش لتحويل فكر الأطفال والناس. ما هو بيوصل لي ده علشان الطفل الصغير يكبر ويبقى ده عادي، ده اللي شايفه ده عادي، وفي الآخر أبقى أنا اللي أولد فاشن وده اللي مش عادي. يعني صح. يجي عليا الوقت أبقى زوج وزوج، إيه ده عيلة؟ لا إيه ده راجل وست؟ يا إيه الناس دي؟ ده بقى بيبتدي يشتغلوا عليه، واحدة واحدة يشتغلوا عليه. صحيح. هيقدم خطوة لقاها مش جايبة صدى زي ما حصل كده، هيرجع يعني شوية يعمل أصخم منه ويجهز لكبير. ربنا يعني يستر ويبطل مشوراتهم. أمين. يا رب.